اهلا بكم في حلقه جديده. هنكمل مكان وقفنا المره اللي فاتت في حلقه جديده من لعبه ريزنت ايفل 8. اخر مره كنا وقفنا كنا دخلنا البيت. انا حاليا مش عارف اروح فين، يعني مفيش حاجه معينه، بس هو الاوبجكتيف بتاعنا نبحث عن روز، مش عارف احصر، مش عارف ايه، حاجه كده غريبه مش فاهم اي حاجه. علينا، انا مش عارف اروح فين، مش عارف ليه. تقريبا دورت في كل مكان. مش عارف ايه حبهم في البيوت. بعدين اصلا انا الذاكره عندي صفر، يعني انا اصلا مش هحفظ الهاري ده كله بالظبط. انا مش هحفظ الهاري ده. ابيض. طب ايه؟ طيب ما معيش حاجه والله العظيم. يعني تحب ايه بالظبط؟ ده الدق. ما كنتش واخد بالي اصلا ان هو تمثال ملاك خشبي. اوكي، ده احنا نبدا ندور بقى. تمام، مفيش فيه اي حاجه اصلا. نحاول ندور فوق، لازم كده يبقى في سنه كده. بص، ما هي الازازه دي متاكد اللي احنا بنتحط هنا، متاكد يعني اكيد. هطلع لي بقى. كده الموضوع اختلف خالص. ربنا يستر، نلحق لمنا شويه رصاص. ايه الصندوق ده؟ مفتاح الفناء. هو الفناء ده فين ده اصلا؟ ولا اعرف الفناء ده فين اصلا. المشكلة اللي هو دلوقتي لازم يحصل حاجة، لازم يطلع حاجة. يعني مش عارف الفناء ده فين اصلا. بص، لازم يحصل اي حاجة. انا مش متفائل. بقول لك ايه، اهدى يا عيني، بالله عليك لا تهدي. مش دلوقتي خالص. تحت خالص. ام الهدوء ده يا جدعان، مش مطمن. ما هي المفروض اللي في وشي دي. يا دين ام، قسما بالله عارف، وربنا عارف لو يحصل حاجه. انا عارف ده هو في ايه. خرب بيتك، ده انا مت في ثواني. بس يا بنت الكلاب، وفين ام ال ده؟ افتح اخلص، لسه تقف تتفرج. اروح فين ده انا دلوقتي؟ يعني هي ناقصه متاهات، يعني هي ناقصه متاهات. ده لسه محفظ البيت يعني. وده باب تاني، عاوز مفتاح. الله يخرب بيت كده، كل حاجة على مفتاح، مفيش حاجة سهلة خالص. ده باب خامس. لا شت، ليه تروح الحاجة الكبيرة ليه؟ ليه دونا ياض دون انا على الناس كلها؟ رايح لي دي، مش عارف. بنت الله بقى الخرطوشه الكبيره. المسدس مش هينفع معاه. يا حاجة، ممكن اخد بنتي لو سمحتي؟
شيت بقول لك لا والنبي والله انا اسف 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 يا نهار ابيض خريطة القلعة المفروض احفظ دي كويس اللي هو مقفول لا لا ده دم نهزر ده لغز ولا اعرف عنه اي حاجة ولا اعرف عنه اي حاجة سيادتك يعني المفروض ده يعني يلف الست اللي هناك دي اللفة الغريبة دي يا عم في ايه لا هو المفروض ده يلف الست دي ساعة كده مش يديلها ال نبيز ايوه يا شيخ خليك زي ما انت كده انت غبية خلاص ده يلف الدور كده ايوه يا ترى يا هل ترى في ايه هنا يا رب كل حاجة كويسة ان شاء الله ولا تعمل هنا ميرسي اخرش على الدم دي خفيش لا بقى انت جاي تتفاجئ دلوقتي يا اسطى وبالنسبه اللي شفت انت شفته ده كله ايه نط بقى نط نط متبقاش غبي المفروض اعدي ازاي طيب ولا اعمل طب ده بيتفجر طيب ولا ايه الدنيا هيتفجر ولا مش هيتفجر لا ده في هنا احمص بقول لك ايه تعال لي احنا ما بنهبش حد تعال هنطلع خرطوش على طول مش لسه بقى ايه هنحسب اسف يا جماعه من خضه الكاميرا وقعت اسف جدا الله يخرب بيتك يا جدع قسما بالله خضني راشي لا بقول لك ايه هناخد النادو ونطلع من هنا اسرع وقت مش ناقصه بقى والله تقفل هو في حاجة مفيدة طيب ولا مفيش ولا كله في الفاضي ولا ايه الدنيا؟ بإذنك يلا ولا ترفع سلاح كلب كابتن صحي صح يا صح
تضحك عليا انا هجري يا هانى. انا بس انا هجري، انا قلنا هنجري يا اختي. خرب بيتك بقى تاني مره كمان بتقع. طب انا ايه في طيب الموضوع صعب في ال انا عم بخلص الجيم اكون الجامو الكاميرا بقت 60 حتى. يا عم ارحموا امي بقى. ولا ده بقول لك احنا نجري كلام الهاري ده بقى. لا بقى احنا قلنا هنجري بقى يا كابتن. اخ انتوا ايه ده وانتوا عايشين هنا ازاي؟ اطلع بينا يا عم عن ابوكو. ما رحنا فين طيب؟ ده بينزل تاني. طب نعمل شوية طب هو ليه ما ينفعش؟ مش فاهم ليه ما ينفعش اعمل الامو بتاع الشوتجن؟ اشمعنى لازم الاقيها؟ مش عارف ليه. دي حاجه غريبه على فكره، كانوا بيعملوا كده خلاص في الجزء اللي فات. ايه ده كويس سيف الحمد لله. دي حاجه غريبه قوي، ما كانوش بيعملوا الموضوع ده خالص في الاجزاء اللي فاتت. ولا حاسب يلا لو جاموسة خرب بيت عودك. ما ترد يا تنكا. Mother Miranda, I regret to inform you that Ethan Winters has escaped that fool Heisenberg. Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him... No, Mother Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. To hell with the ceremony! That man will pay for what he's done. الشيخ اللي بتاعك كأنه ولا حاجة. يا باشا دي عاوزة بوازيك. ولا بص ولا مسدس ولا شوت جن. بازوكتين كده حلوين. طب المفروض ايه؟ تخش؟ ماشي. روز مفيش مغلق. ايه والله ما فتحته. مغلق من الجهه الاخرى. ما دخلت هنا ليه؟ طب ايه لازمه الدخول هنا لما انا مش هستفاد اي حاجه؟ ايه دعتنا الام براندا تحديد مصير ولد الطفله. مش عارف ايه. لماذا تعاملني مسموم لقد اعطتني تلك. ايه الهبل ده؟ جاية تشك. ايوه الباب ده. انت غبي بقى. يبقى ده؟ ده تقريبا هيفضل معايا مش كده ولا ايه؟ ده دي النصيبة. دي النصيبة يا جدعان. بتفكرني بهاني رمزي في استنى بالعربي مش عارف ليه.
selfish wretch. You come into my house. You lay your filthy man hands on my daughter. هم كانوا هم كانوا قذرين أصلاً. تتنسيه. My property. النهار تسعة شيء بعدين. كده النهار أب ده كسرت بيت أرضية. Rest while you can, because I will hunt you and I will break you. Go ahead, do your worst. يا عم بسكت بقى جالك نصيبة وانت معاك حاجة ولا ما؟ طب نروح في انهي داهية انت مش فاهم انت. مفيش سيف طيب نلحق نسيف طيب. شو الجن؟ دي أهم حاجة شو الجن يا جدعان. خد بقى قبل ما نخش المدعكة دي. يعني ايه كلب يقرب مني بص انا مقلق مش عارف افتح والله الباب ده بص انا مش عارف يعني انا مش عارف اي حاجه ولا فاكر اي حاجه هو المفروض المفتاح معايا ده بيتفتح بيه ابواب كتير بس هل ده هو الباب اللي انا هفتحه وهل هلحق هفتحه ولا لا يعني في اسئله كتير تسال ليه الموسيقى مرعبه طيب يعني يا نهار ابيض You'll be sliced to ribbons before you ever see. You will learn what it means to insult House Dominic. يا ده كان توالي الاستعمال. شكرا للتوضيح. يختم. تانية تتقطع بربنا. يخرش على البوت. ولا ولا. بقول لك ايه يا حاجة ايه دي? بتقفلش ده? ليه بتقفلش? ليه بتقفلش ليه? بالراحة دي دي. اعصابك. اعصابك. فاني فرقعه ولا حاجة? افتح. يا عم افتح هتلاقي تحته سيادتك ما عارفين والله قناع الحزن في ايه؟ طلعت فوق يا راجل هتكبر بقى والله نهار ابيض انت مالكش حل اتلزقت عادي اللي اتقطعت حط شويه امير ويلزق بنت ايه بقى؟ سكرو ذيس كاسل لا بنت واه بقول لك ايه؟ انساني ايه جيالي ها؟ قسم بالله جيالي يهسبني؟ انزل بس سيف الاول مسكت يا عم no sign of Rose. I'm so sorry it turned out that way. شكرا well, you'll find your way to her once you're out of this castle. لما اخرج بقى Do you have need of anything for the road ahead? هنقفل النهارده لحد هنا يا رب يكون الفيديو عجبكم ما فيهوش لو فيديو عجبكم تعملوا لايك وسبسكرايب وشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله مع السلامه